من جانبه قال المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن الديمقراطية في البحرين ترسخت وهو ما بلور حسن الاختيار من قبل المرشحين وإقبالهم على الانتخابات بالإضافة إلى معايير التنظيم التي ارتفعت من خلال 20 سنة من تنظيم الانتخابات. الآن هناك في بلورة إلى حسن الاختيار المترشحين، وهذا طبعا جاء كبادرة وكنتيجة إلى الترسخ الديمقراطية في المجتمع البحريني. الحمد لله اليوم احنا وصلنا تقريبا 20 سنة من هذه الانتخابات. معايير الاختيار ارتفعت، وأيضا معايير التنظيم وتطور التنظيم ارتفع. المؤسسة شاركت في الإشراف على العملية الانتخابية النيابية والبلدية بصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها. أيضا فريق العمل خضع إلى عملية تدريب الكادر قبل الانتخابات، وأيضا المؤسسة قامت بعمل ورشة عمل لكل الجمعيات المشاركة في عملية المراقبة. نوعية التنظيم كان حقيقة سلس. أنا حقيقة كنت موجود في عدة مناطق سواء في المراكز العامة أو في المراكز الخاصة، وإن كان حتى من الصبح كان في اكتظاظ كبير، إلا أن كانت العملية تمشي بسلاسة جدا بحيث يعني ما كان في أي نوع من التعطل إلى أي من الناخبين.